اهلا بكم. خليني بقى اشتكي لكم من حاجه. انا دلوقتي عايش في حته ان شاء الله هنتين منها قريب. الحته دي مش هقول لكم فين بالظبط عشان برضو ولا اقول لكم في المهندسين. ورانا في العماره اللي ورانا في زي ملهى ليلي حاجه كده، الصوت عالي جدا. انا ما بحبش ادخل الامور الشخصيه بس والله كتير جدا من جيراني اتبسطوا قوي بالكلام ده. الصوت عالي ومستمر في العلو طول الليل. كويس، انا اوضه نومي بعيد عن دوت، ما بسمعش الصوت ده الا ما بروح الحمام، يعني بتبقى تقيله علي قلبي. انا بقى جيراني، وانا جيراني من الناس الافاضل الكبار، يعني منهم ناس اساتذه طب كبار جدا وكباتن كوره كبار جدا وناس محترمه قوي في البلد. يا عيني معذبين جدا. كان سؤالي دايما ايه الضوضاء، يعني الضوضاء وقله الذوق الرهيبه ان واحد يبقى نايم في اوضه نومه وسامع صوت يعني ملهى ليلي واصل او كباريه واصل لغايه ودنه في كل حته في الشقه، في كل حته في البيت. الحمد لله انا همشي يعني اروح حته ثانيه، بس يعني الناس، طب الناس اللي جيراني اللي هسيبهم دول، ما انا مش هسيبها تمام، مش هسيب تماما، ما هو ده بيتي برضه. الضوضاء دي ضرتهم جدا، ومنهم ناس يعني ربنا يدي الصحه والعمر لكل الناس. الكلام اللي انا قلته ده قلته على المستوى الشخصي. في حاجات كتيره بقى اللي هو ايه، واحد يعني قاعد في شقته نايم وبتاع وفجاه افتتاح سوبر ماركت ولا افتتاح محل تحتي، فجايبين البتاع البالونه الكبيره وجايبين بقى اعلى دي جي ويلا بقى ومش عارف ايه، وايه بقى الاغاني المزعجه اللي هو مش عارف سيجاره جرت مش عارف ايه، كلام اللي هو ملوش اي لازمه واغاني مزعجه جدا وحاجه كده يعني سيئه جدا، بس ماشي الحال، ويشغلوها بصوت عالي جدا فرحه بقى، ولازم المنطقه كلها تعرف ان في افتتاح، ولازم نزعج المنطقة كلها وننكد على المنطقة كلها مش المحل اتفتح. وفين بقى الأجهزة المسؤولة إنها تراقب الكلام ده؟ مش قضيتي، أنا برنامج علمي يا عم. أستاذ محمد علي خير بقى في برنامجه لازم يطرح القضية دي، أستاذنا الإعلامي الكبير لازم يطرح القضية دي. أرجوك يا أستاذ محمد، نداء أهو، اطرح قضية الأماكن اللي فيها ضوضاء شديدة حوالين الناس في وسط الناس، رغم ان المفروض الحاجات دي كلها ليها بروتكشن ومنطقه عازله للصوت، ومش المفروض تبقى في منطقه داخله جوه عماره بالشكل دوت جدا. ضيفي العزيز النهارده قيمه علميه كبيره واسم كبير جدا وممتع في عالم الانف والاذن والحنجره، في عالم الاتزان، في عالم السمع عموما، هو الاستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، استاذ واستشاري امراض السمع والاتزان بكليه الطب، عضو الجمعيه المصريه لامراض السمع والاتزان والجمعيه الدوليه لاطباء الاذن، وصاحب الزماله البريطانيه في امراض الاذن والانف والحنجره، ومؤلف كتاب سمع هوس لامراض السمع والاتزان، الاسم الكبير. اهلا دوك، اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. انا عايز اشتكي لك، بس هو يعني احنا هنتكلم على السمع وضعف السمع وادويه وبتاع بتعمل الكلام ده، لكن الضوضاء تعمل ضعف سمع اللي انا قلته ده؟ اكيد طبعا. احكي لي بقى ازاي؟ الضوضاء تسبب ضعف السمع، اما في لحظتها يعني مجرد تعرض لصوت عالي زي صوت الدي جي اللي حضرتك حكيت عليه، او التعرض المزمن، يعني واحد شغال في مصنع، واحد بيضرب نار باستمرار. التعرض المزمن بمجرد ما بيطلع من المصنع او بيخلص ضرب النار بيحس ان سمعه ان هو مش سامع حاجه. يحصل ضعف سمع مؤقت، بعد شويه يخف، مع الوقت ما يبتدي ما يخفش فيستمر معاه. المشكله الاكبر بتبقى الطنين، يعني ضعف السمع احيانا في ناس لا تبالي لضعف السمع، لكن الطنين بيبقى هو المؤرق الرئيسي خصوصا وقت النوم. في ضعف السمع المفاجئ، يعني ممكن يتعرض لصدمه صوتيه زي بتاعه الدي جي دي ويحصل ضعف سمع مفاجئ وما يبقالهوش علاج. هي دي المشكله. فالدي جي دايما اقول في كل فرح لينا عيان، فاحنا بنفرح مع الناس برضه. كتر افراحنا واطرح فيها البركه وزيد. يعني الافراح في اوروبا والجواز وكده بيحصل بالنهار وبهدوء جدا ومفيش الكلام ده، موسيقى هاديه، ده بيشغلوا مش موسيقى دي جي، ده بيشغلوا موسيقى لايف، يعني تلاقي واحد بكمان بيعزف ومعاه اصحابه بالكمان بيعزفوا اصدقائه كده او بتاع وبس، والكلام ده هو ده السيستم بتاعه. يعني في بلاد بقى عندنا هم زينا، يعني في بلاد وفي كل حاجه، يعني امريكا ما فيها اللي هو الميتال ميوزك. الميتال ميوزك مظبوط، دي رهيبه جدا، عاليه جدا. عايز اتكلم على الادويه اللي تضعف السمع.
في أدوية أكثر من 100 عقار معروفة أنها سامة لحاسة السمع أو سامة على الأذن عموما. أول عقار تم اكتشافه في عام 1944 هو الستريبتوميسين، وكان استخدموه لعلاج الدرن ونجح جدا في علاج الدرن، لكن مع الوقت اكتشفوا ان هو بيؤثر تأثيرا سلبيا على السمع والاتزان، والاتزان اكثر. بعد او الابحاث تشتغل ويدوروا على الادوية اللي ممكن تأثر على عصب السمع والاتزان، فبدأ يكتشفوا واحد ورا الثاني، فاكتشفوا بعد كده على طول الجارامايسين. برضو الجارامايسين تأثيره اكتر على حاسة الاتزان. بعد كده ظهر النيومايسين، نيومايسين اكثر الادويه سميه للسمع. بعد كده ظهر الكانامايسين. بعد كده الاميكين. اعرف اطفال اخذوا اميكين، دكاتره الاطفال كتبوها لهم حقن، جالهم ضعف سمع كلي واضطروا يعملوا زراعه قوقعه لمجرد علاج نزله معويه. يعني هو رايح عشان تعالج نزله معويه، خدت حقن اميكين. المشكله ان يعني المريض بيقول الدكتور ما يعرفش، يعني لما راحوا قالوا له الاميكين ده بيقول لك الدكتور ما يعرفش. ما يعرفش. الولاد ما بيذاكرش. الدكتور لازم لازم يتعلم طول عمره، يعني محتاجين كل يوم بنقرا عشان نعرف. بيستخفوا بانهم يذاكروا المضادات الحيويه. انا بدي حقيقه، انا بشوف الجيل الجديد بعضهم مش كلهم، في ناس ممتازه وفي ناس كتير، بس كتير زادوا شويه اللي ما بيذاكروش السايد افكت بتاع المضادات الحيويه. عندهم انطباع ان المضادات الحيويه ما بتعملش مشاكل. لا، والمرضى بيستخفوا دلوقتي بالمضادات الحيويه، بيروح الصيدليه يجيب مضاد حيوي بمنتهى البساطه وياخده من غير ما يسال دكتور ولا يسال حد. طب نعيد، معلش انا هحط من حضرتك عاده ثانيه للمجموعه الدوائيه دي، نعيدها من الاول لغايه لما وصلنا عشان نصح. مجموعه اسمها امينو جلايكوزايز كتير قوي. ستريبتومايسين. ستريبتومايسين. وفي مرضى واعيه جدا يقول لي انا رحت مستشفى السطر وكنت بتعالج من الدرن واخدت ستريبتومايسين. فبيديني الهيستوري، تاريخ المرضي واضح وصريح. طالب الطب اللي ما يعرفش ان الستريبتومايسين بيعمل مشاكل في السمع يبقى ده خيبان خالص، يعني ده حاجه مشهوره. تاني اللي بعديه الجارامايسين. الجارامايسين. النيومايسين. النيومايسين. كانامايسين. الاميكاسين. دول مشهورين، يعني دول داخلين في انتجرانت كتير للاسف. وفي التوبرامايسين برضو بيستخدم في القطرات بتاعه الودن. برضو حتى الادويه الموضعيه زي القطرات ممكن تخترق الحاجز اللي هو بين الاذن الداخليه والاذن الوسطى، خصوصا في حاله وجود ثقبه في طبله الودن، وقد يسبب سميه، رغم ان هم اختلفوا علميا. يعني في ناس قالت بيسبب وناس قالت لا، لكن برضو في لازم نوع من التوعيه او تجنب هذه المجموعه في القطرات اللي هي بتعالج التهاب الصديد المزمن في الاذن الوسطى. طيب المدرات البوليه، نروح شويه نوسع بدل المضادات، هروح لمدرات البول. اللوب دايوريتكس بيسموها، او اشهرهم الفيوروزيمايد. برضو اللي هو اللازكس، اسمه التجاري اللازكس. برضو من الحاجات اللي هي بتاثر على حاسه السمع، بتاثر على جزء اسمه سترايا فاسكولاريز اللي هو الجزء اللي بيغذي القوقعه والقنوات الهلاليه بالدم والاكسجين. فبتبقى خطر جدا برضو. في بعد كده عندنا الكينين. طب معلش، واحنا في المدرات البول سؤال مهم برضو، هل بتؤثر على الاتزان؟ السمع والاتزان الاثنين. يعني الموديوريتك ممكن يؤثر على السمع والاتزان. لا، الموديوريتك مش من المجموعه، مش من مجموعه اللوب. تمام. لكن اللازي لكتون ياثر. اللازكس. اللازكس واللازي لكتون، ما هو اللازك عشان الناس بس تبقى عارفه، هو لازكس في الاساس. برضو بالاضافه للالدكتون. كويس. يعني مدرات البول من المجموعه الاولانيه اللوب. اللوب دايوريتكس. وبعد كده عندنا الاسيتايل ساليسيليك اسيد الشهير، اللي هو الريفو، الاسبرين، الاسبوناس، والاكسيدرين. الناس بتشرب اكسيدرين بشراهه. برضو بيسبب طنين، يبدا بطنين وبعد كده ضعف سمع. يا خبر ابيض، ده ناس كتير قوي، ده البنات كلها شغال على المجموعة. حتى اللي بيستخدم في علاج الحفاظ على السيوله، يعني في ناس بيبدا معاها يظهر طنين مع استخدام ادويه السيوله لفتره طويله. بنصح بقول له ارجع لدكتور القلب يكتب لك بديل للسيوله غير الاسيتايل ساليسيليك اسيد، لان هو بيسبب ضعف سمع وطنين. عندنا برضو الاريثروميسين.
والازيثروميسين، وبرضو المجموعه دي من مضادات حيويه بتسبب مشكله في السمع والاتزان. في بعض علاجات الاورام في العلاج الكيماوي زي السيسبلاتين، مجموعه البلاتينم يعني السيسبلاتين والكاربوبلاتين بتسبب ضعف السمع وبتعمل مشاكل في الاتزان. أكثر من 100 عقار يسببون ضعف سمع ومشاكل في الاتزان وطنين. المشكلة الكبيرة بتبقى في الطنين اللي هو بيقرق حياة، بيقلب حياة البني آدم. في دكاترة طبعا أفاضل عارفين الأعراض دي، بس ما بيوجهش المريض ان هو يروح يعمل اختبار السمع قبل ما يبتدي مع العلاج. يعني قبل ما يبتدي معك بالسيسبلاتين مثلا عشان اعالج الاورام، مش معنى خفيف من الورم وعيشه في جحيم الوش. لا، يعمل اختبار سمع قبل ما يبدا العلاج، واختبار بعد كل جلسه، جلسه علاج كيماوي. فده اللي ممكن يحافظ على الامور، ان هو يبقى فيه تعاون ما بين طبيب السمع والاتزان والطبيب اللي هو بيعالج من اي مرض. طيب في ادويه بتعمل دوار بقى، ايه الادويه اللي بتعمل دوار؟ الستربتومايسين اكثر حاجه. يعني كل المجموعه ممكن تسبب دوار بدرجه او باخرى، وتختلف من مريض لاخر حسب تكوينه الوراثي والجيني. يعني في واحد يبقى عنده حساسيه شديده جدا، يبقى جهاز الاتزان حساس، ياخد جرامايسين يتدمر جهاز الاتزان بتاعه، يطير. ومشكله الادويه دي انها بتدمر الناحيتين، يعني الودنين بيتدمروا مع بعض، لان هو سيستميك يعني الدواء في الدم فواصل الناحيتين زي بعض، فبتسبب نوع صعب من الدوار، بيبقى علاجه صعب، علاجه مش بالأدوية، محتاج علاج بالتأهيل والتمارين، بياخد وقت طويل. أحيانا المرضى عنده مش عارف يشوف، يعني العين المجال البصري غير مستقر قدام عينه، فمش قادر، بيبقى نوع من عدم الاتزان البصري بيسموه أوسيلوبسي، فبتبقى صعبة جدا. عدم يعني يبقى شكله عامل ازاي يعني يبقى شايف المجال البصري قدامه بيتحرك، يقول لك الارض مش ثابتة قدامي، وتظهر اكتر لما يبص على ارفف مثلا في سوبر ماركت، تلاقي الارفف بتتحرك فوق وتحت، تتحرك فوق وتحت، فدي بتبقى مزعجة جدا. احنا عندنا فوضى في استخدام قطرات الودن، يعني واحد ودنه بتوجعه تخش في قطرة ودن، اتفضل يا باشا شكرين، هوب حاطط. ايه اللي ممكن تعمله قطرات الودن؟ هي قطرة الودن حتى في نوع من انواع المسة او الجينشيا فايوليت، في دكاترة بتستخدمها، وجدوا ان هي اوتوتوكسيك برضو، يعني خصوصا في وجود ثقب، ان هي ممكن تبقى سامة ومؤثرة على القوقعة الودن او جهاز الاتزان. قطرة ودن والدكاترة هم اللي بيستخدموها، دكاترة انف واذن كمان. يعني المهم لاي طبيب الالمام بالأدوية والمستحضرات اللي ممكن تأثر على حس السمع والاتزان، واستخدام قطرات الود ما يبقاش عشوائي، أو على الأقل تبص على المكونات وتستبعد القطرة اللي فيها حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي ممكن تكون سامة لحاسة السمع والاتزان أو للأذن. خصوصا في وجود ثقب، إن وجود ثقب معناه أنها هتوصل بسهولة أو للأذن الداخلية. إيه اللي يخلي واحد يحصل له تسمم دوائي سمعي بشكل أكبر من واحد تاني؟ حاجة اسمها سينرجيزم، أو يعني 1+1=2، ده الطبيعي. سينرجيزم معناها 1+1=3، يعني عامل حفز قوي، زي إن هو ياخد دوايين مثلا أوتوتوكسيك مع بعض، ياخد سيسبلاتين مع أسيتايل سيليسيليك أسيد، ياخد دواء سام على حاسة السمع والأذن، وفي نفس الوقت عايش في ضوضاء. عنده مشكلة في الكلى أو في الكبد، ده بيزود نسبة الدواء في الدم، الصرف بتاعه بيبقى قليل، فيبقى السميه بتاعته بتبقى اعلى طبعا. ازاي هنعالج بقى الحالات اللي انا خايف ليكون الحالات ما ينفعش علاجها؟ يعني في حاجات، ما احنا بنتكلم برضو على جزء من الجهاز العصبي، العلاج وقائي بالدرجه الاولى. ملهاش علاج، يعني اللي بيتلف ملوش علاج. فالعلاج وقائي من البدايه، ان هو من البدايه الدكتور خلاص ما فيش محاله ان لازم ادي لك العلاج ده، مالكش علاج غيره، خلاص خليه يتابع مع دكتور امراض سمع واتزان، خليه يعمل اختبار سمع قبل ما يبدا العلاج، ويتابع مع الدكتور بحيث يحصل نوع من التنسيق. يعني لا دلوقتي وصلنا على سمع والمريض بدا يتاثر، لا نوقف شويه مثلا، نغير بحاجه ثانيه، وبعدين نرجع للدواء ده ثاني. التعاون ده بيبقى في مصلحه المريض في النهايه. طيب بيبقى معنى كده ان انت نخلص بقى بتوصيه مهمه جدا لكل المرضى اللي بياخدوا كل الحاجات دي، يعني نراجعها بسرعه، لان انا عايز برضو نحفظ الناس. صعبه ان احنا نقول ان الكلام ده الدكاتره كلها تعرف، فلازم الناس نفسها تعرفه كمان.
الاسيتيل ساليسيليك اسيد هو الاكثر شيوعا، المضادات الحيويه من مجموعه الامينو جلايكوزايدز، ستريبتومايسين، جيرومايسين، كانامايسين، نيومايسين، اميكين، توبرامايسين، الاريثروسين والاريثرومايسين والازيثروسين، عندنا الكينين اللي هو بيعالج الملاريا، السيسبلاتين والكربوبلاتين اللي هو في العلاج الكيماوي بتاع الاورام. احنا قلنا كله تقريبا كله تقريبا دول اي حد بياخد اللوب دايوريتكس طبعا اللوب دايوريتك مدرات البول اللازكس اللي بياخده لازم يتابع مع متخصص في السمع والاتزان عشان لو في اي حاجه ننقل لمجموعه الثيازيد، ننقل لدواء تاني خالص في الضغط او في القلب اذا كان في يعني بدائل له حسب المتخصصين. لو اي اكتر حاجه ممكن تضايقك في التعامل المرضى مع الادويه؟ هو المريض يعني معذور، هو مش مجاله، هو اللي يضايق اكتر ان الطبيب هو اللي يكتب له علاج زي ده وما يوعيهوش، على الاقل وعيه، يعني على الاقل يقول له في احتمال ان الدواء ده يسبب كذا. يعني انا بكتب مثلا كورتيزون لمريض عنده ضعف سمع مفاجئ، بوعيه بقول له لو عندك سكر ممكن السكر يزيد، لو عندك ضغط ممكن يزيد، فلازم تبقى تحت متابعه دكتور باطني عشان يتابع دول. بحذره ممكن يتعب معدتك، تحس ان انت المعده وجعاك وكده، ده بسبب الكورتيزون. فانا بوعيه قبل ما اديله كورتيزون اعراضه الجانبيه كذا وكذا وكذا. لو سكره عالي قوي وضغطه عالي بقول له لا لازم تحجز في مستشفى وانت بتاخد الكورتيزون عشان تبقى تحت رعايه. فلازم الطبيب يوعي المريض حتى لو دقيقتين في اخر الكشف، يقول له الدواء ده ممكن يعمل كذا ممكن يعمل كذا. لو حصلت حتى الاعراض الجانبيه بيبقى العيان مطمن ومرتاح نفسيا، الدكتور قال له على الاعراض الجانبيه دي فما بيبقاش فيه قلق. والاعراض الجانبيه دي ممكن السيطره عليها من خلال متابعه المتخصص، يعني لو دواء هنبدله بدواء تاني ما هو المتخصص هو اللي هيبدله، لو دواء بديه وهيرفع الضغط شويه ما انا بروح للدكتور بيزود لي جرعه الدواء دواء الضغط، بدل ما بياخد 5 مللي هياخد مثلا 10 او ياخد لي دواء معاه في الفتره الزمنيه اللي انا محتاج اخد فيها دواء زي الكورتيزون هيعالج لي حاله بشكل حاد، مش هاخده لفتره طويله، ده فتره مؤقته. لازم يبقى في حاله من التعاون بين التخصصات وفهم من المرضى لحاله التعاون دي. حقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي، لكن دايما اختيارك المواضيع يفوق توقعي. انت رجل تختار مواضيع في منتهى الدقه، في منتهى الاهميه، في منتهى العلميه، فانا بشكرك شكرا جزيلا جدا. انا بشكر حضرتك على دعمك للتخصص عموما. ده انا اللي بشكرك على وجودك معانا وتعبك وسفرك وتلبيتك الدعوه، ما تاخرش عنا ابدا دكتور محمد بيه، فده شرف كبير ان اسم كبير زي الاستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، استاذ واستشاري امراض السمع والاتزان بكليه الطب، عضو الجمعيه المصريه لامراض السمع والاتزان والجمعيه الدوليه لاطباء الاذن، وصاحب الزماله البريطانيه في امراض الاذن والانف والحنجره، ومؤلف كتاب سمع هوس لامراض السمع والاتزان، ضيفي العزيز في الدكتور. خليكوا دايما مع الدكتور.